حبيبي برج الميزان أراك تعمل كالنملة. نعم، هناك الكثير من الحركة، أنت تعمل مثل النملة وتجتهد باستمرار يوميا. أنت شخص نبيل، أنت شخص حكيم كريم. بفضل عملك واجتهادك الله سيكافئك طوال حياتك، ماشي غير هذا الشهر بل طوال حياتك إن شاء الله. أرى يعني رزق واسع، رزق واسع فيما يخص خاصة الحب، ليس فقط ما هو مادي بل كذلك الحب. واخا دابا غادي نشرح لكم. واو شنو هاد الشيء، الله ما شاء الله، الله على قراءة عزيزي برج الميزان، ما شاء الله 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 الله. أنا فرحانة فرحانة بزاف، كارطات قوية 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 بزاف. لا أدري إذا كانت ستكون هذه المرة يعني ستفوق قراءة الجوزاء والعذراء والأسد والحمل، لأنها كانت قراءة رائعة. لكن عزيزي برج الميزان أراك تري تري فو، أنت قوي جدا هذا الشهر واخا، وأنت تعمل كثيرا كما قلت، والله سيكافئك على هذا الاجتهاد. لكن سأركز فيما هو عاطفي. أنا أرى كذلك أن هناك خير وبركة ورزق وخاء، وهذه مكافأة سماوية. لكن فيما يخص الحب، أرى حبيبي أنت أعطيت لهذا الحبيب الذي تسأل عنه، أعطيته قلبك، أعطيته الحب، أعطيته الهناء، يعني كنت العطاء 100% أو 1000000%، أعطيته السعادة، أعطيته الشغف والنار وروحك وقلبك وكل شيء، يعني أجمل ما فيك أعطيته لهذا الحبيب. لكن ماذا فعل هذا الحبيب؟ لم يتحرك. هذا الحبيب جعلك تعاني، أرى معاناة وخا، هذا الحبيب جعلك تعاني رغم أن هناك واحد الجاذبية مغناطيسية وقوية جدا. هذا الحبيب ما عندوش ثقة بالنفس، أرى الكثير من الحزن والمعاناة، لكن ما تظهره للخارج